كانت رسالتنا في التعليم العالي أن نعمل على تطبيق الإلماء المتوازن في كافة المناطق اللبنانية، ليبقى الطالب في بيئته وتبقى الطالبة في كنف أهلها. كذلك تطلعنا لدور عربي، فكانت لنا فروع في عدة دول عربية، وسنكمل المسيرة بإذن الله ليكون لنا فروع في بقية الدول العربية. وانطلاقا من قاعدة أنهم رجال ونحن رجال، نتطلع للتواجد في بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية والإفريقية، ولدينا أيضا اتفاقيات تعاون أكاديمي مع مجموعة كبيرة من الجامعات الأمريكية والأوروبية، وأخيرها الاتفاق مع جامعة أريزونا، وهي من أوائل الجامعات الأمريكية والتي سيكون لديها مقر مخصص لها في الجامعة عندنا هنا في بيروت. وقد عقدنا اتفاقية مميزة أيضا مع اتحاد الجامعات الأوروبية. ومن منطلق هذا البعد العربي والدولي، كان لابد من التكامل والتوازن بين التسمية والدور. بناء على ذلك، وابتداء من العام الدراسي القادم، سيتبدل اسم الجامعة ليكون الجامعة الدولية.